كيجي الوباء هذا يعني انا قررت اني نطوع في العمل هذا مع مجموعه من الممرضين زملائي كذلك. احنا في 11 ولا 12 واحد، انا يعني ممكن راني في مده اكثر من 20 يوم ولا ما نحاول اني ما نروحش اصلا للدار، يعني نيفيت اني نتعامل مع عائلة تاعي، خاصه اللي هنايا غرف في الفوق يعني للمناوبه نرتاحوا فيها. ورانا نداولوا حنايا كفريق تطوعي، اتخذنا هذه المهمة على عاتقنا، ان شاء الله نقدر نواجه هذا الوباء. حكيت مع والدي، حكيت مع العائلة، قالوا لي يعني هذه حاجة نهار اخر تلقاها في ميزان حسنات. كل الحمد لله يا ربي، هذا العمل اللي راني نقوم به ربي يجازيني عليه، يعني حاجة إنسانية كما نقولوا احنا. شو البريزون طوي عليه شحال من واحد اللي تقولوا شو خايفين وما على باليش، شو اللي انا غاضني الحال كيف المريض يجي هنا وما يلقاش الراحة ولا ما يقومولوش بالواجب تاعه. والله فضلت اني ندخل هنا. هذا المرض، هذه الحرب التي معلنة أكبر فيها ذاقتها الإنسانية جمعاء.